بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم نقابة محامين الأقصر نقيبا وأعضاء وقنا وأسوان والبحر الأحمر بصفتهم نقابة واحدة دائما، جئنا لنهنئ سيادة النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام نقيبا لمحامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي جاء خلفا للراحل العظيم الأستاذ المرحوم رجاء عطية. هذا الرجل الذي أقول وهو في دار الحق، عملنا معه دون سابق معرفة، ولكنه كان الأب وكان الأخ وكان النقيب وكان القدوة، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة، فحزنا عليه حزنا شديدا عندما اختاره الله، والله على ما نقول شهيد. ولكن اليوم أراد الله أن يختار خير خلفا لخير سلف، فاختار الأخ والصديق، الأخ الذي نعرفه منذ أكثر من 22 عاما عمل النقابي. اختاروا الجمعية العمومية، اختارت رجل نقابي بارز، ونحن وأنا بالإصالة عن نفسي ونيابة عن جميع نقباء الصعيد أقول لسيادة النقيب العام، نعاهد الله من الآن أننا سنقف جنبك من أجل مصلحة المحامين، وسنقف جنبك من أجل نقابة قوية. ونحن دائما نقول ونصدق، وقلنا مع النقيب العام رجاء عطية ووقفنا وصدقنا، قيل ما قيل ولكن وقفنا معه وقفة رجل واحد، والكل شهد ما فعلناه وما استقبلناه في المرحوم الراحل رجاء أبي عطية. فما بالكم في هذا الصديق الذي تربطنا به صداقة وتربطنا به عمل نقابي ويربطنا به محبة ومودة، فنقول إنه من أجل نقابة قوية ومن أجل نقابة المحامين ومن أجل مصلحة المحامين سنقف يا سيادة النقيب جنبك بإذن الله تعالى، طالما طلبتنا في أي مطلب عام نقابي فنحن نقف بجوار حضرتك بإذن الله تعالى من أجل المصلحة العامة ومن أجل خدمة المحامين. هذه النقابة وهذا الوقت الذي ينتظره الجميع، هذا الوقت هو وقت عظيم. عندما اختارتك الجمعية العمومية في نقابة من أقبل النقابات المهنية في مصر، فهي نقابة الكل ينتظر إليها، الكل ينتظر إلى لم الشمل. وأنني أوجه رسالة من هذا المكان لكل أعضاء النقابة العامة ولكل نقباء الجمهورية أن يقفوا صفا واحدا خلف هذا الرجل، حتى نخرج للعالم أجمع وحتى نخرج للناس أجمع الذين ينظرون لنقابة المحامين في بعض الاختلافات التي حدثت، حتى ننظر في صوب رجل واحد، وأن مصلحة نقابة المحامين نقابة قوية واحدة. لا أخشى أنه في بعض الهزات قد حصلت لنقابة المحامين، ولكن أراد الله الآن أن نشمت هذه الهزات وأن نقف صفاً كالجبل وراء هذا الرجل من أجل النقابة القوية. عندما يكون النقيب قوي فالكل يكون قوي، عندما يكون النقيب رجل له قيمة وقامة وله هيبة من الدولة، كل محامي في جمهورية مصر العربية سوف يعمل له احترام وسوف يعمل له حساب. إذا كان نقيبنا له وزن وتاريخ وكلنا نقف في صفه، الكل سيعمل لنا حساب، بداية من المواطنين حتى الرؤساء والقضاء والشرطة. إذا رأوا نقابة المحامين تلتف وتقف رجلا واحدا وراء نقيبها، الكل سيعمل لنا حساب. وأنا أقول هذا العمل من خلال خبرتي بالعمل النقابي التي بدأت من 2002 حتى الآن، فإنني أقول بإذن الله تعالى يا سيادة النقيب أنك ستصير بإذن الله تعالى، وسنقف خلفك بإذن الله تعالى أينما طلبتنا وأينما طلبتنا ستجدنا إن شاء الله. وأهنئك يا سيادة النقيب مرة أخرى، ووفقك الله على هذه المهمة الصعبة الثقيلة التي هي أصعب المهمات، وفقك الله علينا ووفقك الله جميعا. Thank you.